ندير لعب كنولي مبان بحال شي نان، فهمتي؟ عرفتي شناهي النان؟ هي الراهبه اللي كتكون في الكنيسه. خش تعطي الله لما شوفي لي، شوفي لي خصي عيشي لي الحياه. واش المدرسه كتعاونك باش تمشي مدرسه زعما لونيفرسيتي؟ لونيفرسيتي ما كتعاونكش حتى زفته، لونيفرسيتي كتحلبك، فهمتي كيفاش؟ واه صراحه انا باش جيت هنايا ما جيت لا مع اجونس لا مع حتى حاجه، بيني وبين واحد البروف ديال الشيمي ديالي كتقرينا هذا العام، هي اللي متكلفه بالطلبه الاجانب. خلي دوين عليه مري كتخطح مري تبت الموت what the fuck. وقلي بصر حدايا، شوفوا لي الا كاين شي بصر حدايا، والله الا كاين ها واحد هاني والله الهاني. المهم اليونيفرسيتي ما عاوناتنيش في الفلوس، ولكن داك البروف هي اللي عاونتني باش جمعت الاوراق وداكشي، كانت كتقول لي شنو خاصني نجمع من الاول حتى الاخر. سو ذات ذا ثين مري ذيس سو امبارسين. شنو حسيتي ملي لقيتي ملي بقيتي في روسيا بوحدك؟ واش ما خفتيش من الحرب؟ اجي نقول لك اختي باش حسيت ملي مشيت لروسيا وكنت بوحديتي، واش ما خفتش من الحرب؟ المهم انا نقول لكم واحد الحاجه، انا واحد الشخص قلبي دارك الحجر سبحان الله العظيم، يعني انا ما خفتش اصلا، جيت بوحديتي ما عاوني حد. علاش نخاف من الحرب صاحبتي؟ وموت وحده كاينه لا صاحبتي، تابعاني داك الموت، الله ما نتهناو منها دابا اختي. اش بغيتي انا نبقى نقرا او سير وضرب تماره اولد وكبر وفي الاخر نموت؟ الله ما نموت دابا يا فهمتي كيفاش؟ اضحك معاك. لا قلت انا الوالده، قلت انا والعائله الاعمار بيد الله، كانت غتجي شي موت راه غتجي صافي فهمتي كيفاش؟ وكنا امرا لله وجينا، وانا هنا بقيت بوحديتي عادي زعما اش غنموت مثلا؟ سي فغي كاين الملل حيت كاينه بوحديتي، ما كاينش داك الصداع ديال اختي فهمتي كيفاش؟ وتحس العائله شي شويه، ولكن ما عندنا ما نديرو الحمد لله على كل حال. عشان انا كنغوت، انا كنغوت في الزنقه دابا، كنتمشى كنغوت والبشر ساكت ويخ ودوي ودور شويه الهراج يخ. ولكن اختي الامان شوفي كي هزات تليفوني بحال هكا في الزنقه تحت ميدو معاك. شنو درت في اللغه واش تعلمتها صراحه؟ لا انا واحد البغله وما حاملاش الروسيه وقلت ما غنتعلمهاش ونشوف شكون احسن انا ولا بوتين فهمتي كيفاش؟ انا ام ستراغلين ود اللغه حيت ما كنعرف حتى حاجه فيها، ولكن ام تراين، انا صراحه ام نوت تراين، ولكن هاني ناري عشان انا صافي دابا جمنت غنعاود ندخل دابا لواحد واحد السوبر مارشي اخر حيت جمت. هاكو الشجره ديال الكريسماس it's beginning to look. فين غادا انا؟ رجلي فين غاديين بيا؟ والله العظيم ما عارفه راسي فين غادا. اول مره غندخل لهاد البلاصه داير بحال اخماسي. لي بابا نويل واش مشيت غير بوحديتي وكيفاش دفعت؟ ايوا حقه بما انني دابا تفكرت يلا حل افتح يا سمسم اختي خليني هنا يا اختي كاين البرد، كاين البرد برا. ايوا بما انني تفكرت واحد الحاجه، هاد القوم هادو كيشيشوا بلا قياس، عرفتي كيشني كيدير شي شيء الكتريك واش شي الكتريك راه بلا قياس. اتس بيجينينغ تو لوك لايك كريسماس. المهم واش مشيت بوحدي وكيفاش دفعت؟ انا مشيت بوحديتي سولو كنت بوحديتي اختي، هزيت باجاجي بوحديتي، دفعت بوحديتي، قديت ورقاتي بوحديتي، حطيت كلشي بوحديتي، مشيت للمطار مشاو معايا عائلتي بالحق في المطار، ولكن ركبت ف المهم ما مشى معايا اللي والناس فهمتي، مشيت بوحديتي. وكيفاش دفعت؟ بيني وبين لونيفرسيتي ما دفعتش مع حتى اجونس، بيني وبين لونيفرسيتي داك الدري اللي كنعرفو كيقرا معايا في الليسا عطاني الكونتاكت ديال داك الدكتوره، بقيت كندوي معاها صدعت ليها راسها اختي عطيني كيفاش ندفع. اختي الزين ما شاء الله عندهم في هذه البلاد اختي الزين. المهم أسيكم كي مشيت غير بوحديتي ودفعت بوحديتي. You are obsessed with art، واش باغا ديري تخصص ولا تخليه غير هواية فهمتي كيفاش؟ Art is something that I love فهمتي كيفاش؟ If you don't follow my Instagram how are my Instagram اش كديرو نتوما what the fuck. Anyways I post daily stuff تما. الرسم is my love. دفعت البوزار ما مرة ما جوج، ولكن ما مشيتش للكونكور بسبب شي حوايج بحال هكا، يا يعني انني كنت فيها شي حاجه اخرى هو ما وصل لي حيتاش كنت فيها شي حاجه اخرى. المره الاولى دفعت القانون، المره الثانيه دفعت شو الطياره. سو ذات ذا ثينغ.
ولكن عرفت راسي الا مشيت قريت الارت ما بقاش يعجبني حيت غتولي شي حاجه انا مجبوره عليها ماشي شي حاجه كتعجبني. سو اي بريفير باش انني نخلي الرسم غير كهوايه ما نخليه شي حاجه نقراها. عرفت راسي حيت لا قريتها غادي تولي طالعه عليا في راسي. سو قلنا صافي خليها اختي غير هوايه. How did you feel while leaving Morocco؟ اكشلي ما حسيت حتى زفته ليرلي. انا طالعه في السماء وكنحس براسي بلي انا يا راكبه في التران لايك ما دفاك اش هاد الشيء. والله العظيم ما حسيت بشي حاجه ما حسيت لا بخلعه ما عرفتش. من نهار مشيت من داك المغرب والمشاعر ديالي محجره ونيره كنغوت يا اختي. من نهار اختي مشيت من داك المغرب ما كنحس بحتى زفته. ركبت في الطياره طلعنا في الطياره كتسمع زك زرك زك 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 ونيك مسدودين هكا ما حسيت بحتى زفته. جيت هنايا لحد الان شهرين دوزتها شويه كنت وحشت العائله الاجواء تماك ولكن ماشي بزاف. فهمت كيفاش اختي المغرب ما عطاناش نضحك معاك ماما عزيز عليا انا الكالم والمغرب فيه صداع بزاف ما عرفتش ولكن عاوتاني كان بزاف خايب. انا نقول لك الا اختي كان كيعجبك الكالم كان بزاف خايب تقول لك زعما ولا واش نقدر نقرا بالفرنسي في روسيا. نقول لك بعض الناس اصلا اللي كيجيو لروسيا كيقراو بالفرنسي. هو شنو على حساب المدن. كاينين المدن اللي فيهم دي زونيفرسيتي كتقرا بالفرنسي كاينين المدن اللي ما فيهمش كاينين المدن اللي فيهم كتقرا بالروسيه. فهمتي كيفاش. المهم الا بغيتي تقرا بالروسيه خاصك دير اني بريباراتوار غير في المغرب بيه هنايا بحال البلان ديال الالماني خاصك تقرا عام ديال اللغه تاخذ فيه ديبلوم وتجي تقرا به. فهمتي كيفاش. اما الفرنسي لا كتجي باش ما شديتي الباك ديالك شديتيه ب 10 كتجي. فهمتي على حساب المنح ما عارفش اش كاينين المنح هنايا بالحق. اما انا حيت كنقرا بلونغلي ما المنح ما كاينينش. وعاد باش ريكي كيشوفوا فيا. المهم انا حيت كنقرا بلونغلي شكي كيشوف فيا شكي كيشوف انيويز المنح ما كاينينش. المنح انا صراحه هادشي شفت والقرايه بالروسيه خصم القرايه بالفرنسي خصم القرايه بلونغلي اغلى حاجه هي القرايه بلونغلي. سو جاوبتي السؤال ديالك هو كان القرايه بالفرنسي ريكي حبك جمت عشان ما كنحشمش وحدك شوفي كندير فيه بحال هكا يلا شوفي شكون ناضفين انا ولا انت مري باقا اختي غندخل لك اف سي برد والله الا ايدي جمدو لا يا اختي ما قديتش اوف ما علينا. جواب دي السؤال هو كتقراي فرونسي كتقدري تقراي فرونسي بلونغلي او بالروسيه جمدو والله حتى جمدو صافي ما علينا. انا ندخل لهاد مول الحانوت اللي قلت لكم انا راه تقصدر اللي فيه خيبه حق لونيفرسيتي ديالي اللي كنقرا فيها. يلا شحال لونيفرسيتي اللي كنقرا فيها فيها الشناوه الهنود التركمان غير الحشمه. المهم صح ممكن شي حاجه سبيشال راه بين صافي هادي ولكن شي بزاف الحوايج فيها استغفر الله العظيم حكا باي دو انا كنشري هاد العيبه انا هادي صراحه هادي كتحمقني ودايرين تخفيضات بسبب راس العام. اختي هاد البلاصه اختي كبر من داك اللي حدانا يمكن اختي ثقيله. شنو هو التخصص اللي درتي كيفاش مشيتي التخصص اللي درت درت فارماسي باش حسيتي في اول ويك ها محتاجة شي حاجة محتاجة والو صراحة محتاجة الثقة ملي شحال صغيرة هاد الخرا قصر مني علما ان انا في 156 هادي قصر مني وصار استغفر الله العظيم مشي لسيني والله ما كنحشمو حق الله. anyway باش حسيت في اول ويك فاش جيت هنايا صراحة I was so distracted يعني كنت مشوشة يعني خاصني نقاد وراق خاصني نقاد هادي خاصني نقاد هادي صراحة ما توحشتش عائلتي في السيمانة الأولى باش نجيكم ميشان ما توحشتش حد كنت غير مبرسطة مع داك الشي ديالي فهمتي كاع ما مستقرة باي ذا واي سمي هي فاميلي بالروسية يعني وأنا كندخل وفاشر كيشوف فيا كيقول أدخي شكا على ما عندهم واحد المنظارين ديالك الصباح ماشي استغفر الله أيش كتقولي عندهم واحد المنظارين دار لك الدوارة داك المنظارين اللي كنا كنشريو بدرهم الكيلو في 2016 هذا. المهم باش حسيت I was distracted كاع ما مستقرة هادشي باش حسيت في أول ويك لي هنا خبارك هاد القوم هادو ما عندهمش باي باي
ما عندهمش الرولة. صافي هذا هو الجواب. ايه نشوف كلشي ناري صف بارك من الاحراج هذا النهار. انا راه تحرس بلا قياس. انيويز واش حسيت في اول سيمانه؟ حق ويك راه هي سيمانه انا كنتش عارفين. حسيت براسي كاع مستقره خاصني نقاد بزاف حوايج دقه وحده مضغوطه بحالك، ولكن كنت مرتاحه هاد السيم تايم حيت خرجت من المغرب. فواش كاين الغلا في روسيا ولا الرخص؟ ها تخسى على حضر. ها حنا بدينا في المقمح. مهم قبل مرحب كان داك الشيء رخيص بلا قياس، رخيص بلا قياس، معروفه روسيا رخيصه رخيصه اصبك، ولكن مرة الحرب داك الشيء غلا. الحاجه الوحيده اللي رخيصه هنايا هي المعيشه، ماشي المعيشه، الماكله. يعني باش تشري لي زانغريديون داك الشيء كطلع لك رخيصه، اما الحوايج الحوايج غاليين. انا لحد الان باقا ما شريت حتى حاجه من هنايا ديال الحوايج، اي حاجه اخرى ولات غاليه بالنسبه لي انا غاليه. سو يا ذيس از ذا ثينغ. المهم روسيا كانت رخيصه قبل من الحرب ولات نص نص ورا الحرب. بوتين الله يخطف الحق يا خويا. واش ما جاتنيش منحه اختي؟ انا جيت بلا منحه بلا حتى حاجه. انا مشيت عند اليونيفرسيتي دوش معاهم قلت لهم خوتي انا باغا نقرا فارماسي بلونغلي. قالت لي واخا راهي ترجميها راهي حطها لجيبي كي داك هكا. صافي ومشيت هكا. خلينا اختي انا جبت الفان زوينه. زين اختي زين زين الملف موتو. شنو النصيحة ديالك الناس اللي بغاو يخرجوا من المغرب؟ اقرا برا خرجوا ما تبقاوش. نضحك معاك. شوف اغيازمون العيمة عيشة زوينة برا المغرب. نقول لك على حساب كل واحد كيفاش عايش في المغرب. الا كنتي عايش مضغوط بحال هكا راه غاتجيك ناضية تخرج من المغرب. كنتي عايش مبرح مقمح عندك فلوسكم عايشين مزيان كتقرا في مدرسة سوبيريور كما كلاش تخرج. هو صراحة المعيشة برا فيها حرية كثيرة، ودك حرية كثيرة كتقدر تولي خايبة. فهمتي كيفاش؟ وكتخليك تعتمد على راسك، كتعلم بزاف الحوايج كتقدر تعتمد على راسك، غتهز راسك براسك، غتشري الماكلة ديال الشهر اللي كان كيشري لك باك، غتولي انت تشريها، وغتولي انت هازة راسك براسك، لا مرتي، انت اللي غداوي راسك، ماشي امك. المهم هادشي باش خيب برا، فهمتي كيفاش؟ لا مرتي ما عندك اللي يداويك، لا كنتي محتاج الماكلة، إلا مشيتي شتي شريتيها راه ما غيشريها لك حتى واحد. المغرب فهمتي كتبقاي حدا عائلتك، حدا امك، حدا باك، ضاحك اللاعب الناشط مفارح واكل كلشي لاباس، فهمتي كيفاش؟ ولكن إلا كانت على قراية، إلا كانت على قراية سيري، فهمتي؟ إلا جاتك شي فرصة باش تمشي تقرا برا، قرا حيتاش فهمتي برا كيقريو حسان. ما عرفتش على حساب كل واحد. ما الأوبينيون ديالي شوفي راسك اختي شوف راسك. اما انا ما نديوش على الأوبينيون ديالي، انا داوي على راسي. جاتني قرايه مشيت، كون ما كانتش قرايه كون بقيت حدا عائلتي مزيانه ليا بخير ليا، فهمتي كيفاش؟ وجمد ناري جمدت دراعي ضرني، دراعي هذا الهزه فيه التليفون ضرني، ويدي لي من جمدات يدي جمدات بلا قياس. لا ما تحمقنيش، لا ما تحمقنيش. هاتي هادي هذا مسرح من اللي جيت كانوا يديروا فيه الاصلاحات. عرفتي هاد الشاشه الكحله؟ ايوا اللي يديروا لينا فيها داك الشيء. وانا هذا الصوت غير انا هذا الشيء.